السلام عليكم، انا اسمي عبد العزيز بقناة اكسبيرينس عبد العزيز. طبعا هذا الفيديو حيكون غير الفيديوهات اللي شفتوها باخر فترة. اخر فترة كنت عم بحكي عن شغلات باليوتيوب وان شاء الله راح اكمل فيها، لكن هذا الفيديو حبيت اني اعمله ك يعني مساعدة للناس اللي عندهم مثل المشكلة اللي مرت علي. طبعا انتم مثل ما شايفين الان امامكم هذا الجهاز اسمه نوت 2، سامسونج نوت 2. هذا الجهاز قديم نوعا ما، لكن هو ما زال جهازي الى الان. طبعا هذا الجهاز عانيت فيه بمشكلة الشحن مثل ما شفت بالعنوان، مشكلة الشحن والبطارية والى اخره، وصار فيها يعني سبحان الله اجتني كل المشاكل مرة واحدة. فبهذا الفيديو انا حاب اني اعلمكم، حاول اني اساعدكم ان شاء الله شو هي المشاكل اللي بتكون عندك وشو بيكون مسبب هي المشكلة. المشاكل انها علاقة سواء بالشحن، ببطء الشحن، بانه البطارية بتخلص بسرعة، او انه اذا في مشاكل بالجهاز نفسه. طبعا حنبدأ نحن الان باللي هي بالاخف نقطة اللي هي لازم انت تبدأ فيها، واللي هي الان انا عندي اياها كمشكلة اكتشفتها من جديد. طبعا انتم مثل ما بتعرفوا، انتم لما تستخدموا الجهاز عادة عم تستخدم الجهاز، فعلى حسب استخدامك البطارية بتمشي معك او لا. فمثل الان انا مقوي الشاشة على اعلى شيء مثل ما شايفين، كمان بالمقابل مشغل كم من برنامج باك جراوند، شغالين برامج اوريدي. الان نحن عشان نعرف اول شيء بدك تعرفه انه اذا انت كان شحنك بينزل بسرعة، وانا الان شحني عم ينزل بسرعة، يعني انا خلال ساعة او ساعتين شحني بينزل من 100 الى الرقم اللي انتم شايفينه امامكم اللي هو 27. احيانا بينزل حتى اسرع مثل ما شايفين الان هو 27، يعني انا وخلال هذا الفيديو شوفوا كم حينزل نحن وعم نستخدمه. الان عادة خاصة باجهزة السامسونج الشحن عادة بيروح على الشغلات اللي هي بتكون اكثر بالشاشة نفسها، لانه الشاشة نفسها بتكون قوية ولها ضوء قوي وكل شيء، فبتنزل الشحن، وهذا الشيء بصير على كل الاجهزة تقريبا. الان نحن لو خلينا نشوف الوضع، لو بدك تعرف شو اللي عم يستخدم اكثر شيء بالجهاز، هذه اول خطوة تعرفها، لانه ممكن يكون عندك مشكلة الجهاز نفسه. فأول شغلة بتسووها بتروحوا على settings، من settings بتروحوا على البطارية. طبعا بتختلف من جهاز لجهاز، لأنه جهازي أنا بالسيستم القديم لازم أضغط على more مثل ما شايفين، بعدين بروح على البطارية، بيطلع لي بقى بالبطارية كل شيء مستخدمينه. فجأة أنا اكتشفت أنه بيطلع لي أنه الفيسبوك ماسنجر هو الأول. طب انا يا عبد العزيز ما بستخدم الفيسبوك ماسنجر، تعالوا خففت شوي الضوء، ماني عارف اذا حيزبط احسن. مثل ما شايفين انا الان انا ما بستخدم اصلا الفيسبوك، والفيسبوك عامل له دي اكتيفيت، والماسنجر ولا مره فتحته، بس عندي هو التوب، وهو المفروض ما يكون التوب، فمعناته في مشكله بالماسنجر انه عم يسحب لي البطاريه بشكل قاتل. يعني انا الماسنجر ما فتحته ولا استخدمته، محطوط لي انه ستي اويك 19 ثانيه، يعني هو انفتح 19 ثانيه، يعني انا ما فتحته اصلا ولا بستخدمه ولا عندي فيسبوك. انا الفيسبوك من زمان عملته له ديكتيفيت، لكن البرنامج ضلوا عندي، وبكتشف انه الماسنجر اوريدي عندي عم يستهلك كميه ضخمه من البطاريه بدون ما ينفتح، واللي هي 38%. ثاني شيء واللي هو لازم يكون اصلا اول شيء بالترتيب اللي هو السكرين، اللي هو ضوء النور الشاشه، وهذا دائما حيكون الاول بشكل طبيعي. ثالث شيء اليوتيوب، شيء طبيعي لاني انا اوريدي بستخدم اليوتيوب بكميه هائله، يعني انا استخدمت اليوتيوب تقريبا بمقدر ساعه كامله من خلال ما انشحن البطاريه فل الى الان بخلال الاربع ساعات وشوي الماضيه. وبعدها بينزل برامج بقى الاندرويد سيستم، الفويس كولز، تويتر والاشياء الثانيه اللي ممكن تستخدمها. لكن هون الغريب اللي هو الماسنجر. اذا الماسنجر انا عندي فيه مشكله، مشان تحلوا مشكله الفيسبوك ماسنجر اللي هي بتعملوها ان انستول، وهذا الشيء اللي انا راح اعمله، واللي اوريدي شايفين مثلها للان قاعد عم يسحب لي بطاريتي وعم يخلص لي اياها وعم بدمرها تدمير، يعني شيء سيء جدا. هذا البرنامج فورا بتمسحوه من عندكم لانه هو السبب الرئيسي، يعني 38% من الشحن، حتى في اوقات بتكون اسوء، يعني انا لو بشحنه فل وبترك الجهاز برجع بعد كم من ساعه بلاقي الجهاز قرب يخلص شحنه، بفتح بلاقي 60-70% الفيسبوك ماسنجر. اذا بنتخلص من هذه البرامج اللي هي بتكون اعلى شيء بتتخلص منها فورا، لانه بتكون فيها مشكله، بكون فيها مشكله من البرنامج نفسه انه عم بيخلص لك شحن جوالك. مثل ما شايفين اول فيديو الان نزل 3%. الان نروح للمشكله الثانيه اللي هي ممكن تكون مشكله بطء الشحن. طبعا نحن الان بالمشكله الاولى تبع البرامج قلنا انه هذه البرامج بتخلي بطاريتك ما تعيش اكثر، يعني شحن جوالك بينزل بسرعه. الان الشغله الثانيه، المشكله الثانيه هي انه جوالك ما عم يشحن بسرعه. الان جوالك ما عم يشحن بسرعه، هذه بتجي لاكثر من مشكله. المشكله الاولى واللي هي اللي بتكون الاسهل
إصلاحها اللي هي ممكن كيبل السلك عندك يكون خربان، شاحنك نفسه بيكون خربان، وهذه صارت معي، خرب شاحني السلك نفسه بطل إنه يشحن كويس، بدلت بسلك تاني عندي بالبيت نفس الشيء ما عم يشحن، عم يشحن ببطء شديد، فاضطريت إني أروح أشتري شاحن جديد، وفعلاً رحت اشتريت شاحن جديد أصلي من سامسونج وركبته، رجعت أموري كل شيء تمام، طلع السوكت نفسها غير إنه السلك خربان، السوكت نفسه خربان. طبعاً إذا جهازك خلال سنتين من الضمان فيك إنك تروح الضمان وبتصلحه مجاناً، ببدلوا لك إياه لأنه هو مضمون لمدة سنتين. طبعاً هذا الحكي بالمملكة العربية السعودية. ثالث مشكلة أنا صارت معي كمان بعد فترة اللي هي مثل ما شايفين هذه القطعة، جوالي ما عم يشحن. اجتني نفس الشيء بعد ما بدلت الشاحن الجديد بفترة، يعني فترة تقريبا كم من شهر، اكتشفت انه جوالي رجع لنفس المشكلة انه ما عم يشحن بسرعة. استغربت انه انا شاحني جديد، فقلت احسن ما اني رجعه على جرير، لاني توقعت انه الشاحن يكون خربان، او يعني جرير لاني انا من جرير اشتريته وضمان جرير. قلت خليني اجربه على جهاز اخوي، طلع شاحن بجهاز اخوي شغال 100% نوت 4. اوكي مو فاست تشارج، يعني انا اللي جبته مو فاست تشارج، لكن عم يشحن بسرعه تعتبر منيحه بالنسبه للتشارجر العادي. ف بعد فتره عم دور شو في ممكن مشاكل، فاكتشفت انه ممكن مشكله من المشكلات انه يكون السوكت مدخل الشاحن نفسه مثل ما شايفين الان، هذا المدخل ممكن يكون خربان، اللي هو موجود باسفل الجهاز مثل ما شايفين هون، هذه الدخله ممكن تكون خربانه. فعلا بعد ما فحصتها طلعت انه هذه الدخله خربانه، واضطريت اني روح صلحها. رحت صلحتها، طبعا في نوعين، في النوع الصيني وفي النوع اللي احسن بيكون شوي، بيجيب كيس ومرتب. يعني النوع الصيني يمكن حقه 20 ريال او 15 ريال، لكن النوع المنيح يعني الغالي المرتب حقه 50 ريال، فبنصحكم انكم تركبوا النوع المرتب يعني الاصلي المنيح حقه 50 ريال، بتركبوه حتى بمحلات اذا بتعرفوا صاحب المحل او شيء بيعطيكم اياها بارخص، ركبتها ب 35 ريال. فبدلت القطعه وطلع كل شيء تمام. بعد كمان فترة، وهذا الشيء جديد اللي صار معي، رجعت نفس المشكلة، الجوال بيشحن ببطء وأيضا بينتهي بسرعة. دخلت ما كان عندي يعني كنت أنا شايل مسنجر، ترى هذه المسنجر أنا صارت معي من قبل، لكن رجعت حملتها مرة ثانية مشان أني صور هذا الفيديو وارشيكم شو بيعمل المسنجر وما تصلح. فقلت شو المشكلة، يعني ما ضل فيه شيء مشاكل، أنا فكرت أنه رجعت القطعة خربت، بس بعدين قلت أنه لا، شحني عم ينزل بسرعة معناته مو القطعة المشكلة، إذا جوالي عم يشحن عادي والشحن عم ينزل بسرعة معناته المشكلة مشكلة غير. اتطورت الأمور مثل ما قلت لكم، صار يشحن ببطء، وصار الجوال يحمى بالشحن يصير سخن، وصار كمان يصير عندي مشكلة تاتي أنه لما يتبعلى الفل بعد 4 أو 5 أو أحيانا 6 ساعات حتى يوصل الفل، ينتهي شحنه بخلال ساعة ساعة ونص. رحت وعملت شوف شو المشكله، دخلت اول شيء لهون هذا الشيء ما كان فيه مسنجر، كان اول شيء سكرين، ثاني شيء اليوتيوب، لان انا بستخدم اليوتيوب باستخدام مجنون يعني. قلت ما في الا مشكله واحده واللي هي ايش، اللي هي البطاريه، وفعلا اشتريت بطاريه جديده ورجعت اموري تمام التمام. والان بعد ما حملت الفيسبوك وحملت معه الفيسبوك مسنجر وحملت معه البيج، هذا اشياء لازم تحملها مع الفيسبوك او تيجي مع الفيسبوك باكج، مع اني ما بستخدم انا الفيسبوك، ما عندي فيسبوك، اكتشفت انه الماسنجر عم ياكل البطاريه مره ثانيه وما صلحوا هذه المشكله. فهذه هي الاربع مشاكل الرئيسيه، نرجع نعيدها. اول شيء ممكن يكون مشكله برنامج عندك عم يسحب منك البطاريه، وهذا الشيء بيخلص لك بطاريتك، ما له علاقه بالشحن، لكن ممكن يخلي الجوال يسخن انت وعم تشحن، ولكن بيشحن بالسرعه الطبيعيه. ثاني مشكله اذا عندك الشحن بطيء لكن البطارية أو يعني الجهاز نفسه بيتحمل، يعني بيوصل للفل ببطء لكن بيعيش الجهاز معك، معناته على الأغلب مشكلة الكيبل. إذا شفت أنه مو هي مشكلة كيبل، كيبلك جديد أو جربت كيبل من عند أصحابك اللي هو السلك أو شيء من واحد من أصحابك أو أحد بالعائلة وجربت تشحن وشحن وما شحن طبيعي، يعني ضلوا بطيء، معناته عندك المشكلة مشكلة الدخلة. إذا كان يعني هي السوكت هذه اللي بتدخل فيها الشاحن نفسه، إذا كان عندك المشكلة مشكلة انه والله انت عندك هذه سليمة متأكد منها انه جوالك بيشحن بسرعة وسلكك جهاز ممتاز وكل شيء ممتاز، لكن عندك الشحن بيخلص بسرعة، اذا على الاغلب هذه مشكلة بطارية. وهذه مشكلة على فكرة مشهورة بالنوت 4 مع اخوي، انه شحنه بينزل بسرعة وراح بدله اكثر من مرة من عن جرير، والان حيروح مرة ثانية حيعطوه جهاز جديد، لانه اكثر من مرة كأنه مرتين او ثلاث مرات بيعطوك جهاز جديد على بدال جهازك. فهذا كل شيء، وانا جهازي قديم طبعا مثل ما شايفين، ما عندي جهاز انا اجدد من هذا الي. شفت ان نفس الوضع، يعني دخلت على عندنا بالبيت في السكس ايدج، دخلت عليه لقيت نفس الشيء، سكرين التوب بعدين البرامج الثانيه، نفس الشيء بجهاز اخوي، اول شيء السكرين بعدين اليوتيوب، وانا عادي سكرين بعدين يوتيوب لكن المسنجر لانه مشكله مسنجر.
هذه هي كل شيء، وهذه هي خليني أرجيكم مرة ثانية القطعة. ما بعرف إذا الزوم حيزبط عليها، للزوم ما أعتقد إن الزوم حيزبط، لكن يعني هذه هي القطعة، ما بعرف إذا مبينة معكم. أيوة مثل ما شايفين هذه هي القطعة اللي بدلناها، بتكون مثل ما هي موجودة وبحطوها. الآن خلينا نرجع للجهاز نفسه. فهذا كل شيء، مثل ما شايفين بدينا تسجيل الفيديو، الآن صار الشحن 20%. بتمنى أن تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو. يعني ما بعرف إذا حابين أن ننزل فيديوهات شيء قادمة عن هاي المشاكل اللي ممكن أن تصير بالجوالات خاصة بالأندرويد. بتمنى أن تعطونا لايكات شيرات سبسكرايب، خلونا نشوف إذا بنقدر ناخد لايك واحد لايك. اصلا كل حيشوفوا الفيديو 10 ما في مشكله، العشرة اللي نشوفهم اهله وسهلا فيهم، ناخذ اراكم. فهذا كل شيء، بتمنى اذا حابين ننزل شغلات جديده ريت خبرونا تحت بالكومنت. والفيديو القادم ان شاء الله صراحه ماني عارف عن ايش هو، عفوا ضربنا الكاميرا بالغلط، ماني عارف ايش حيكون يعني بالضبط. ممكن نتكلم عن الموضوع اللي حكينا عنه عن الباتريون، شو هو الباتريون بالنسبه لليوتيوب. لكن هذا كل شيء، واسف يعني انه الجهاز قديم، انا عارف انه اغلب الناس ما عاد عندها النوت 2، لكن هذا جهازي وخليها على الله. فبنشوفكم بفيديوهات قادمه. اوكي، سبسكرايب سبسكرايب سبسكرايب، مع السلامه.